لو البلدية بتتدخل بترابلس بتكنك بتقسمهم فطير ورابط. انت عارف انا تيك توك لمين، تيك توك لمين، ما بعرف اي تيك توك مع مين، ولا كلياتهم نفس الشيء كل نفس. تيك توك حساباتنا كتير بكتير 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 وحد صغيرة لما بيصير في مواجهة في عين العالم معترف فيها. حساباتنا بارقام للتيك توك، حساباتنا بضمان صحي لكل الشوفير كتير. حتسهلنا حياتنا شوي، ما شوي كتير كمان. في شخص من البترون اشترى 10 تكاتي كبوا من البترون، من البترون انتقلوا لهون، سكروا يشتري 2 3 يأجرون، واكثريتهم عم يشتروا تكاتي هن من الدولة. اكثر الشباب هيدي اللي عم تشتري على تيك توك، يعني 3 ارباعهم عاطلين على العمل، والقسم الثاني يعني اكثريتهم كانوا شوفير تاكسي، شوفير فانات عم يشتروا على تكاتي، عسكر عم يشتروا على تكاتي، درك عم يشتري على التكاتك. اول اسمي الدولار، اول ما بلشت بتاع الدولار بتذكر اول ما فتت التكاتك كان عددهم كتير ضئيل، كان تيك توك سعرته انخفض من سعر التاكسي، كان التاكسي ما يعني بيزيد شوي 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 بشكل فاحش. صارت معي انا من يومين ماشي بالتيك توك في زبونه واقفه على جنب، زمرت لها بجي بدها تطلع معي، شافت التيك توك ماشي ومعلل الدولاب، عرفت كيف؟ طلعت لا لا لا، قالت لي لا ما بدي يطلع ما بدي يطلع، ما حدا ياخذ صوره منيحه قبل. صار مره بالمينا بالعيد هذا المري، عيد المري مره واحده خربت الدنيا، التكاتك كلها قطع، حدا يطلع مع التكاتك وعم شوف ليش اي شيء بيصير على التكاتك غلطه صغيره كل الصحفيين بتضوي عليها. طيب مين بيتحمل مسؤوليه هذا الشيء؟ قيادات المنطقه المسؤوله عن المنطقه اللي هن البلديات مواصل هو الأمنية يعني. الشوفيرية يعني ما تخصني بالكلمة الغابة، ما في علي رئيس، كلياته بيقبل بعضه. لازم يعني دولة تعمل مواقف للتيك توك، تعرف انه هيدا التيك توك بهذا الرقم لفلان، ما بدها تسجلوا نمرك. مناطقنا بطرابلس في قلة شغل كتير، اذا ملاحظ لما انتشرت خبرية التيك توك خفت هيدي العرضة كتير. قصة انه مرتكزة انه ما في عنا رقابة، بس لو في رقابة يكون كل شيء نظامي 100%. بيروت مثلا ما بلاقي جوال بالتيك توك، صيدا ما بلاقي جوال بالتيك توك، بس عندك جبال بترول شكا طرابلس هدول فيهم تكاتك، جبال عاملين مواقف قاصمينها بس البلدية. عنا ما في تنظيم، احنا عنا بس احنا العدو الاسرائيلي الضارب الغاشم، نحن هيدا عدونا، ما عنا عدو مع العرب ابدا الا مع تنياهو بدي وطني بالسياسه. هلا نحن عم نقول لك انه شو تنياهو بدي حوسه نحن عم نقول لك المجرم التيك توك هو رزقته مثل ما نحن رزقته، يعني في مشكله عندك هدول؟ انا ما عندي مشكله لا ابدا، كيف رزق؟ ابدا الله يرزق، بس يكون سجل وقانونا يكون رايق ومحترم ويحافظ على تلاميذ الجامعات بالاخص ويحترمهم ويقدرهم. وانا بشكرك يا ابو الواد، انت اي عزيز يا عم.